فعلا في شكل من اشكال مش تحذير لكن التنبيه. وانا الحقيقه يعني خلينا اوجه كل الشكر لكل الاساتذه والدكاتره في اية الارصاد الجويه. الحقيقه توجيهاتهم دايما بتبقى يعني بنسبه كبيره صائبه، والواحد يعني بيحاول بقدر الامكان برضه يستمع اليهم ويشوف نصائحهم في هذا الاطار. يقال انه الفترة الجاية العشر ايام الجايين من بكرة لحد الاسبوع الجاي درجة الحرارة مرتفعة جدا، وهتصل زي ما انتم شايفين كده موجة شديدة الحرارة بداية من اليوم ونشاط للرياح، والقاهرة ولاج البحر 36 والساحل الشمالية 32 وجنوب الصعيد 43. ده من يوم الخميس، وهتبدا اليوم بدايه موجه شديد الحراره. الارصاد تحذر من ارتفاع الرطوبه وتنصح بالجلوس في اماكن جريده للتهوية. هذا الامر هناخده كده برمته، حلوه برمته دي، ونروح للدكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه، هيرشدنا بقى الى هذا الامر وينصحنا بحكم تخصصي في هذا المجال نعمل ايه. برحب بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك استاذ جابر، واهلا بكل الساده المشاهدين، مساء الخير. مساء النور يا فندم. حضرتك لو نزلت بكره من البيت بقى هتعمل ايه؟ طبعا بكره الذروه خلال فترات من بعد الساعه 12 الظهر تقريبا لحد الساعه 4 العصر. الاجواء هتبقى مشمسه طبعا طول ساعات النهار، درجات الحراره هتبدا في الارتفاع التدريجي. يمكن بكره مش ذروه الارتفاع، ذروه الارتفاع هتكون على بدايات الاسبوع المقبل ان شاء الله. العظمى معاها على القاهرة اللي هيتم تسجيلها في المحطات بتاعتنا هتكون في حدود 38 درجة مئوية. طبعا بعد إضافة عامل الرطوبة اللي بنسب كبيرة وهدوء سرعات الرياح هنستشعر بال 38 دي وكأنها 40 درجة مئوية. فطبعا لازم نخلي بالنا، يعني الذروة هتبقى الأسبوع الجاي هتصل لكام يا فندم؟ بداية الأسبوع اللي جاي هتبقى 38 على القاهرة ومحسوسة. يعني طب الذروة بقى توصل لكام؟ الذروة يا فندم؟ الذروة بقى توصل لكام؟ يعني أعلى درجة حرارة أعلى يوم هيبقى كام؟ أعلى درجة حرارة أعلى يوم هيبقى يوم الأحد والاثنين، هتوصل على جنوب الصعيد ل 44 درجة وهتبقى محسوسة كأنها 45 و46. حتى السواحل الشمالية كمان هيكون عليها ارتفاع أعلى من المعدلات، لكن طبعا هتكون أقل من باقي مناطق الجمهورية، فهتكون على السواحل الشمالية من 32 ل 33، ولكن كمحسوسة ممكن توصل ل 35 وممكن 36 درجة بسبب نسب الرطوبة العالية. والقاهرة طبعا بتبقى 38 لكن المواطن هيستشعر بيها وكأنها 40 درجة مئوية لأن نسب الرطوبة هتكون عالية سواء خلال ساعات الليل أو خلال ساعات النهار. طب نصيحة زي ما بنقول كل مرة كده، اللي عنده مشوار ضروري ينزل واللي ما عندوش ما ينزلش، ولا حضرتك تخلي الامر طبيعي بس ناخد حذرنا بس؟ بالظبط، احنا نقضي مشاورنا عادي، لو مضطرين في اي فرصه لتاجيل مشاورنا او مصالحنا لبعد فتره الظهيره طبعا يكون افضل بشكل كبير. اضطرينا ننزل خلال فتره الظهيره يبقى نحافظ دايما اننا نرتدي حاجه على راسنا، كاب او شمسيه، نشرب ميه كتير سواء خلال ساعات الليل او خلال ساعات النهار. نحافظ دايما اننا نكون موجودين في اماكن جيده التهويه. طب كبار السن واصحاب الامراض يا ربنا يديهم الصحه وطوله العمر، ده برضو نقول لهم برضو التزموا شويه، يعني خلي بالكوا اكتر من الشخص العادي، وانتوا برضو بتنزلوا وبتروحوا وتيجوا، التزموا بيوتكم في هذا الامر. عايزين تروح مشوار روح الصبح بدري او بعد الظهر، هل ده جائز يعني في النصايح؟ طبعا بالظبط، هي فترة الذروة بتبقى حوالي 4 ساعات من الساعة 12 الظهر للساعة 4 العصر. نقدر طبعا خاصة ان بكرة اجازة والسبت ايضا في الغالب بيبقى اجازة، نقدر نأجل مشاويرنا كلها سواء خلال ساعات وبكرة اجازة خلال ساعات النهار. بكرة اجازة، الخميس مش اجازة، بكرة الخميس، عفوا عذرا الخميس مش اجازة، الخميس اللي بعديه اللي اجازة ان شاء الله الخميس اللي بعديه. طيب نصيحة بقى للجماهير اللي هتروح بكرة ماتش الاهلي والزمالك، حضرتك وجه لهم كده نصيحه. نفس يعني انت اهلاوي ولا زملكاوي الاول؟ لا المفروض اهلاوي بس مش متعصب. المفروض حلوه مش متعصب دي جميله، شجع زي ما انت عايز بس بلاش تعصب، جميله اكيد طبعا. حضرتك تنصح اللي رايح الماتش يعني شويه نصائح كده بس ياخد باله منهم يعني، اتفضل حضرتك. طبعا نفس النصائح اللي بنوجهها للمواطنين، احنا عايزين بس نقول ان اهم شيء خلال فصل الصيف بنحذر منه هي نسب الرطوبه. يمكن درجات الحراره دي ممكن سجلنا زيها في فصل الربيع، لكن الفرق في فصل الصيف هو زياده نسب الرطوبه
بتعمل زي نظام خنقه، بنشعر ببعض الخنقه في الجو. طبعا لازم نبقى موجودين في اماكن جيده التهويه بشكل كبير جدا. طبعا المحافظه بشكل كبير على شرب المياه والسوائل سواء خلال ساعات الليل او خلال ساعات النهار. نفس النصائح بنوجهها لكافه المواطنين. المياه مهمه جدا على السواحل الشماليه. المياه مهمه جدا بكل تاكيد. يعني برضو اللي رايح يشوف الماتش يخلي باله ما يمشيش في الوقت ده، الماتش 8:30 فيروح قبلها بفتره ماشي، بس برضو ما يعرضش نفسه برضو للحراره وكده، يتلاشى هذا الامر يعني. دي نصائح. اتفضل يا فندم. خلال ساعات الليل الاجواء بتكون اعتدلت بشكل بتكون لذيذه. القاهره مصر جميله يعني، حتى في الصعيد اللي هو هيوصل ل 43 زي ما حضرتك تفضلت، بيكون بالليل برضو شكله جميل كده وحلو وفي نسبه هواء حلوه يعني. الحمد لله. شكر جدا دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. يعني خلي بالكم، والحقيقه اساتذتنا في الارصاد الجويه دايما حبيب نصيحه كده جميله وهاديه ولذيذه، ويعني هو مش بيلزمك لكن يعني بيديك بعض النصائح يعني، يعني ان انت تاخد بالك. بس انا وجهه نظري انه اللي عنده مشوار ضروري ينزل في الوقت ده اللي هو من 12 ل 4، اللي عنده مشوار ضروري ينزل، ما عندوش خلاص ممكن تنزل الصبح تقضيه وترجع ترجع بيتك، او تقعد في مكان يكون يعني في هواء شويه او الاخر او في ظله، بلاش الحاجات اللي زي دي. انا اتمنى يعني